اسمه. بسم المسجد الله صار معي بعد تحية لله رسول فوسيل الحق والشنطور وعلى التعليق بسم المسجد الله مع النبي تعالى قال الحمد لله كامل مسلمين خاطر هذيك اللي يقول لك بيت الله بيت الله ها بيت الله في 103 متر ولا ما عادش حد والزيادة اللي زادوها هي ابتداء من هنا شوف واش هاد القيصرية عاد تحمل هاد الأثقال كاملة كما كتشوفوا وزين وزين ديال الفريبورد الحوت دابا هذا اللي كنشوفوا دابا اللي كنشوفوا في هذه الارض هذا انا واش كاين شي دار اخرى تحت هذه دار البلديه وعاد زادوا هما دار من فوق عاد زادوا هذا البناء هذا اللي كتشوف انت الصور اللي كاينه ما كيتحملوش هي الاطلان ديال الحديد اللي محطوطه هنا ملي كنهضروا معاهم واش انه كاين راه كواقع ضرر ما كيدخل الناس كاين تشققات في وسط القيصريه جميع البودات كانوا ينطلقوا يقول لك بيت الله بيت الله هو فينا مع النبي تعالى الحمد لله كاملين مسلمين عندنا اصلا بيت للصلاه في الساله 3 المتر ملي كتشوف هذه المساحه كامله ما كاينش بعد وزاره الاوقاف راه منعين الصلاه فيها من بدايه كورونا لحد الان لاجل غير مسمى منعين نصليو فيها وانت كتشوف هذا الشيء اللي داروه هنا ما فهمناش واش غيديروا شي وزين هنا ديال الحوت غيديروا عمر الصباط ما فهمناش شنو غيديروا هنا اللهم دمك راقع الله يرحمك اللي بلي صور داك اللي من الفضاوي كيقول لك اخي هذا الشيء هذا ماشي بناء عشوائي الا كان هذا ماشي بناء عشوائي العشوائي كيفاش داير شوفوا شوف شوف الحاله ديال السوق اللي راه من الفوق كطيح حتى الماء كيتجمع هنايا حاصروا هاد الابنيه هنا بالمسجد راك حقاني الناس زياده المسجد يصليو المصلين والحمد لله عندنا بيت للصلاه ما عندناش شي حاجه 3 متر بالرخصه ديالنا المسائل ديالنا كامله وانت كتشوف هاد التوسع هذا تستغلوا كورونا داروا فينا ما بغاو كاين ديال جور باقي حمار راه ملي دار هاد الشيء هذا الناس بقات كتدخل عليهم الشام من هنا الشمس ما كتضربش هنا راه عاد صلحوا هاد الشيء هذا ها خذوا راه حتى كتشوف ها الزنك ها الياجور ماشي هذا البناء العشوائي هادشي راه كامل ما ها ما كينشفش من هنا حيت الشمس ما كتضربش هنا ما راه بصفه نهائيه راه الدولة ملي دارت القيصرية ودارت لها هاد النوافذ على حسب التهوية عارفة شنو دارت يعني راه عندها مهندسين ماشي جا عشوائي جا شاطر راه دار هاد البنية هذا فوق هاد القيصرية غدار عبد الله حفظت وقعنا بحال الشغل ديال كازا عاوتاني هوز 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 بناء عشوائي قال ماشي بناء عشوائي توقع شي كارثة لا قدر الله الناس هادو ما فهمناهمش هما اللي كيعرفوا الله سبحانه وتعالى ما كنعرفوش دابا هادو اللي واش اللي بنوا هادشي هادو واش في هاد الجمعيه ديال السوق سبته عندكم ولا شي ناس اخرين؟ عندنا هاد الناس هادو بنوا بلا موافقه هنا عندنا جمعيه في السوق سبته. نعم. حكم انا نائب الرئيس جمعيه السوق سبته. السيد جا بنا هنا ما خدا موافقه الجمعيه ما خدا موافقه ديال التجار كيقول لك عطاو الموافقه كاين شي موافقه شفويه في عدل هنا في قرن 21 راه لا يعقل خديتي موافقه عطيناها خير ما يثبت ذلك. وهاد البنيه هذا فوقاش دار؟ دار في البدايه ديال كورونا كان قبل من هيدا كنبداو البني وجا السيد القايد وكنوقفهم وصافي صافي ولا تستغلوا الفرصه من جات كورونا وقع الكارثه وقعت هنا انت كتشوف ها السريات كان مطبقين هادو ها ها هو تيشوف هادو السريات كامل هادو ها الحديد ها الحديد كيمبوري كامل هنا هاد الشيء هذا كامل ها كامل هذا راه محطوط هنايا
دابا هذا الوزن الثقيل اللي تحط الفوق منه الضاله اللي فوق الضاله الضاله اللي فوق الضاله وزائد الضاله ما كاينش جوج ولا ثلاثه الضالات هنا شوفوا من الجهه الاخرى دابا انا شنو كاينه حنا ما كنشوفوا واقيلا عندكم هنا جوج ضالات واقيلا ضاله وعاد كاينه ضاله اخرى هي لا ضاله البلديه في الضاله ديال وحده اخرى وهضره اطنان دابا كيبان لي تما اطنان من الاسمنت فوق واحد جوج سريات ديال اللي كيتعدى شي العرض ديالهم واحد 10 سنتيم ولا 5 سنتيم راه لا يعقل ان تدور الاطنان هذه فوق كامله تحط من فوق ساروت في القطر ديالو ما كيتعداش 5 سنتيم تحط من هاد الاثقال هذه كامله وراه اللهم دمكر وصافي دابا هادشي اللي تبنى واش البلديه ما ساقت اخبار القايد ما ساق اخبار تبنى كنعرفوا لا سيدي كنا على من سيد القايد وكجا وقفهم وقفوهم ومن بعد مور هيدا كله وقع هاد المشكل جا اقتربوا الفرصه ديال كورونا جاو داروا لنا هاد الكارثه هنايا وكاين باري حتى شي تشققات عندكم هنايا تشققات راه ما كاينه والو خصك تولي لتحت راه من الفوق ومشقوقه خصك تولي لتحت واه هنايا كاين واحد البودره كيبان لنا هي حتى هي انت كتشوفها هاد راه عاد قصه تاود هادي هي دابا ما تزعى بيدك مع السكن هاد راه من الفوق هادي دابا ضاله ضاله ديال البيطون ماشي ضاله ديال ديك اللي كيقولوا ديال السردين ولا سميتها ديال الجوستا لا لا انت كتشوف حاجه هنا شنو عندكم هادشي مبني هنايا كيبان لي واقيلا عاود الفيضان هنا ديش هذا هادو واحد دايرين اربع طواليطات هنايا وكيقطروا على السيد راه هو كيعاني تما اصحاب المحلات كامل كيعاني تما ما بغاش يصلحوا انت كيما كتشم كتشم الريحه ما كتشمش الريحه كنشم يا ربعه الطواليطات كاملين كيفرديو على مولي الحوانت ما بغا يصلحوهم ما والو ما فهمناش شكون اللي غيصلح هاد القيس هاد الطواليطات ولا شكون غيكون بينا هنا كيعرفوا يهضروا على بيت الله ما كيعرفوش يصلحوا بيت الله كيقول لك بيت الله انا بيت الله مع النبي تاع علاقه بوحدو هنا كنهضروا على الزياده هذه تسبب الاضرار تسبب التشققات تسبب في كارثه في القنفذ القيصريه منو هاد اربعه الطواليطات هادو غير اصلا غير قانونيين هنا عندنا بيت للصلاة دايرين أربعة طواليطات هنا ما فهمناش علاش وهنا في الفوقي وانت كتشوف هاد التشققات هادشي هذا هو هاك هادشي كامل كامل مجموع لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لاراش اونفو كنتواجدوا في قيصرية سوق سبته هاد القيصرية اللي كترى يعني واحد البناء العشوائي اللي تبنى فوق القيصرية اللي تم التشققات معنا احد التجار هنايا اللي ناخذوا الراي ديالهم السلام عليكم الاخوان وعليكم السلام السي حاكم قلت الله عليك تبارك الله على راس اونفا تبارك الله الاخوان كاملين ولا المشاهدين كما كتشوفوا الحاله ديالنا حتى التجار ما بقاش كيحلوا على حساب هذه الكارثه اللي وقع لنا هنايا اللهم هذا منكر راه تسنى الجهات المسؤوله وغتخرج اللجنه انا كنتسناو هذه اللجنه مين كتشكاو بعدا اول حاجه شنو كاين عندكم باش كتشوفوا واحد كتشوفوا بزاف عندكم التشققات اخي هنا واحد الناس هنايا اخي جاو بنوا واحد البناء عشوائي لا علاقه له بالعشوائيه كاع فات العشوائيه ما عرفناهمش مين جاو جاو بنوا تما دوروا الحيوط داروا الزنك تما داروا جوج ضالات ما فهمناش شنو باغي نصلحوا تما بحكمنا عندنا بيت للصلاه في 3 على 6 المترو بالرخصه ديالهم عند السيد رئيس مجلس البلدي وجاو على توسعة المسجد باش توسع المسجد من الحمد لله راه عندنا هنا عاد التجار كيصليو في ديك المحل ما كاين لا هادي لا هادي ما فهمناش هاد الناس هادو جاو وسعوا داك الشيء بناو بحكم جا السيد القائد جا وقفهم وبقى الامور على حالها حتى واحد النهار تفاجئنا جينا مع كنا ملتزمين بالحجر الصحي جينا لقينا الكارثه هنايا دايرين هنايا فريكو ديال الصباط تما ولا ديال الحوت والله ما فهمنا والو وكيما كتشوف الحال هذا هذاك كتبان شي حاجه خضراء تما ديال داكشي هذاك هذاك الماء ملي شدوا ديك الحيوط ما خلاوش الماء المجرى ديالو ملي يهود هذاك عاشوا بناو بغا يديروا الخير كيقولوا هما كيديروا الخير انا ما عرفتنا منين جينا ما عمرنا درنا الخير جاو بناو وصبحوا داروا المصلحه ديالهم مشاو بحالهم نعم ولكن كيبان حتى شي طرطق تما في الحيوط سوادات راه سوادات كانوا طرطق هنا زيد قرب شويه اخي قرب هذوك من الضغوطات راه تقرر بزاف هنا قيس هذه اطمر راه فوق السوق ما فهمناش هاد المكتوب هنايا وهاد الشقه هادي شوف راه ما عندي ما نقول لك راه الصوره غنيه عن التعريف شوف اخي ورد عليا الخبر هذا بالنسبه لك راه هو الحاره هذيك المطرطقه عندي هنايا هذا هو الحال اللهم هذا منكر
السيد الناس كتبيعوا وتشريوا واد الحر هود عليهم على الطواليطات لا مع الطواليط صالحين راه ما عندناش المحطات لا تكون بيا كاع عندنا كتشحر دابا الشيء هذا كان خصو تحيدنا من هنايا الله يجزيكم بخير كنطلبوا المسؤولين الدخل في اقرب اجل الله يجزيكم بخير انا ما نقرب حتى شي حاجه برافع الدار هذا دار ربنا برافع الدار هذه بتبدا هنايا وهنايا واحد البلاصه هي زيد زيد عطيني الميكرو أبغى صاير أنا عبد الله براس. آه دكرا كمل ود الحارة دك حاشك برا. آه دكرا كمل. كل حويش بقول. فش الإنسان هذا يبيع 20 بيئة سليمة. شبو نايا السيد هذا تسوى كي عاد كي شي شق جيت كل أول. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيا لراش. بالنسبه لهاد الناس هادو راه جاو من هنايا درنا واحد الضرر كبير بدون رخصه ولا ترخيص ودابا راه تقال على هاد القيصريه وهاد البني هذا عشوائي علاش قال لك هاد الناس كيديروا الخير ما عرفناش شكون هادو هاد الناس هادو كاع اللي حطوا هنا بدون يعني الناس اللي عندهم الحق هنايا مول الحوانات عندنا جمعية خاطر خصهم يجيو يستشروا معنا ما تشاوروا مع حتى واحد على الأقل كون استشاروا معنا ما استشاروا حتى مع شي واحد جاو داروا داك الشيء من اللي زوم الراس ما فهمناش شكون اللي قام موافقة أصلا هاد الشيء هذا شكون اللي قام موافقة دابا حطوهم ما بغاش حتى يحيدوا من تما هي كنطالبوهم باش هما اللي يركبوا يحيدوا كنطالبوهم أكثر وقت ممكن يجيو يحيدوا هاد الشيء هذا وعاد يصلحوا وعاد يصلحوا كنحملوهم المسؤولية درنا ضرر كبير على القيصرية القيصرية ظلمت حنا بالنهار يعني الضوء اللهم هذا الكره شو ما عليك شحال الناس شحال الضوء قيصريه الظلمات وما بقى يدخل حتى شي واحد قيصريه وما حالات باقي جوج الناس هنا ولا ثلاثه في الناس هما اللي كاينين اه جوج الناس تشقفات والكلمه نسيت تفضل اسامه اجل روح الشقه هنا انت مزيان كفا السلام عليكم بعدا تحياتي القناه ممكن كنت الشقة هذيك راهي لهيه أنا سيدي على حالة الشقة حالة انهيار حالة انهيار شوف القضية كيفاش ني غادا وهاد الناس استولوا على الناس القيصرية تاجروا فيها والآخر بعيد علينا ما عرف منين جاو هاد الناس وما يتسلطوا علينا مسافة بينه وبين هاد السيد ودابا تحاملوا علينا بالفقي ديالو بالعمل ديالهم جات السلطه وقفاتهم ما اعتبروهاش ما اعتبروا رئيس مجلس البلدي ما اعتبروا المواطن هاد الناس ما تحدوا كل شيء تحدوا القياده تحدوا مجلس البلدي تحدوا جميع الوسائل وشوف الحاله ديال الانهيار الزاد مطقطق وسبق له جا القايد من هنايا وتبرع عليهم ولكن هاد الناس ما بغاوش يحس هاد الناس عيلة زعما تحاوروا معاهم جات المناسبة ديال الكورونا ناضوا عملوا لنا الزر اللي في الظهر ديالنا عملوا لنا ديك الشابورة مع كادي تقول بليزان ديالنا حنا هادشي هذا بحال اللي زعما ما كايناش السلطة في البلاد داروا المسائل ديالهم فوق الجهد حسب اللي قلنا حسب اللي قلنا النائب سيروج الدين نائب الرئيس قلنا بان السيد هذا ما عندوش المحل سوق سبته هادي مشو الى هاد السيد اللي جا متيسع بينا ما عندو حانوت معانا ما عندو حتى شي حاجه معانا جا اتصل شي جمعيه اخرى وناضو عطاوهم الفلوس وناضو جاو مجبور فين عملو جاو طهرنا وهادشي هذا خصنا اقرب وقت يتحل هاد المشكل ما بقيتش غير يدور على الناس والناس اغلبيه شدو لان هادشي هذا راه بزاف تحداونا تحداو السلطه تحدوا مجلس البلدي تحدوا المواطنين تحدوا اي واحد هادشي ما عرفناش شنو السبب ما عطينا شي واحد ترخيص الا كان شي ترخيص عطاه له خصو يبين لنا ويتحمل المسؤوليه ديالو لا الاصلاح لا اي ضرر والسلام عليكم كما قلت شوف انا زرت واحد الدوره هذا شوف دور من هنا هاجي من هنا دور من هنا هاجي لا راشق انا صوران صور عليك اخويا خلينا انا يطرطق انا اللي هزت قبل لا يطرطق اي شو
بالماء كامل عيينا من وجهه الكلمة الله يرحم الوالدين اجينا شوفونا هذا الشيء هذا اصلح عامين هذه احنا كنهضروا عامين دابا كنوجهوا الكلمة كنوجهوا الكلمة السيد الرئيس والسيد الباشا والسيد العامل الله يجازيهم بخير احنا خايفين نبقاو في الحوال ديالنا هذا الشيء اللي كنطلبوا كنطلبوا لنا ضرر هذه مدة وحنا كنتعانيو عينا ما وجهوا الكلمة عينا ما شكيو حتى انا ما وجهين الله يجازيك تفضل اسيدي زيد اخي زيد نوريك هنايا زيد هذا راه كامل السوق كامل كي دخل الما راه هولت مع مع الكابريات الدورة شي قطعة عادية تما راه كتشوف الدخان ياك راه الما هولت من الفوق هولت تما شوف شوف يا شوف رجلي هذه بري اجي لها هي دوت هذه كيما شي بودره راه فاصايم مطرقه كيبان الحالة ديال الدنيا مول السرير كامل مطرقين هذوك كيما قلت انا خايف شوف سي يوسف بركاني رئيس يعني رئيس جمعية ديال سوق سبته شتي كلمه بهذا الشيء اللي واقع عندكم في هذه القيصريه وهذا الشيء اللي كتشوفوا ديال التشققات حسب اللي ورانا النائب ديالك رشدي وحسب ما طلعنا الفوق عندكم يعني هذه المنطقه اللي فوق القيصريه لقينا عندكم كاين ضاله فوق ضاله واش هذه الجمعيه ديالكم يعني كما نقولوا راسلات السلطات يعني نجدت السيد باشا رئيس الجماعه واش درتوا شي اجراءات؟ السلام عليكم كنشكر الله راس الفرو على التغطيه وعلى المواكبه وجات تفقدت الحالة ديال تجار سوق سبتة اللي كيعانيو من واحد الضرر اللي واحد الضرر اللي حنا بالنسبة كجمعية سوق سبتة اللي كان عندنا ترخيص ديال واحد بيت للصلاة فوق قيصرية سوق سبتة ولهذا واحد الشخص كان في واحد الجمعية اللي تقريبا واحد 15 سنة هو ما عنده حتى شي محل تجاري وهذا الشخص هذا كان عضو في هذيك الجمعية وكانوا عطاوه يشرف على المسجد من بعد بس سالت الجمعية مدة ديالها تقريبا توقفت واحد 5 سنوات ونصف من هذاك الوقت هذاك الشخص بدا كيشتغل انفرادي بدون موافقة ديال الجمعية الجديدة واختار وفي واحد الظرفية ديال كورونا اللي كنا ملتزمين بالحجر الصحي اغتنم هو الفرصة وجا زاد واحد الزيادة من واحد بيت للصلاة وهذيك الزياده اللي زاد من واحد من الحديد والخشب اللي شكلت واحد الحموله ثقيله على القيصريه واش حسب اللي شفنا مع السيروج ديما طلعنا بان كاين ضاله فوق ضاله كاين واحد الضاله مزلجه هي الضاله هذيك الضاله هذه بالنسبه لهذاك الشخص ما جاش يستشر مع مولي المحل تجاريا ما استشارش معهم كاملين عطاو الموافقه واحد جوج ديال الناس هو كيداري واحد المساحه اللي تقريبا واحد 300 متر اللي بدون موافقه الجميع ولكن هاد الناس اللي وافقوا له واش جات تحت منهم هذا البناء هذا ولا جاوا بعد؟ لا جاوا بعد هاد الناس ماشي اللي هما اللي فوق منهم هاد الضرر هذا بالنسبه للضرر هذا مع طاحت الشتاء مع هاد الشتاء اللي تبارك الله نزلت واحد القوه اللي ما لقاتش المجرى ديال المياه اللي كتنزل ما لقاتش فين تكب وبدات فوق المحلات تجاريا وسبت واحد الشقق اللي هي كبيره كما صورتوها ولاو دابا المحلات كاملا كيطيح سكومبرو بحال اللي كنقولوا المهم هذاك تسوس الجدران ومهما دابا تا التجار دابا هنا هما في المحلات ديالو هما خايفين مهددين بالسقوط ديال المحلات ديالهم وكنا دي واحد الاسبوع جلسنا مع السيد المندوب
مع السي المندوب ديال اوقاف الشؤون الاسلاميه والناظر ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه وباشا مدينه العرائش، وطرحنا له الموضوع بان يرفع علينا الضرر، والسيد الباشا قال لنا بان حنا في اقرب وقت نشكلوا واحد اللجنه ونجيو نتفقدوا الحاله ديالكم، وباقي حنا كنتصادروا السيد الباشا. وهذا الشخص هذا واش راسلته هو يدي هيدا انك راه درت واحد الضرر لنا، واش راسلته هو يدي؟ هذا الشخص هذا ثلاث المرات وحنا كنعيطوا له وكنديروا الاجتماع وكيعطينا الموافقه بالشفوي، وفي الاخير كيمتنع كيقول لنا غدا نجيب المعلم اللي ركبوا يحيدوا، وملي كنعاودوا نتصلوا به كيمتنع. وهذا الشخص هذا لما جاش يرفع علينا الضرر هذا وحنا كنتصادوا السيد الباشا واللجنه اللي تجي تفحص الضرر هذا ويرفعوا لنا الضرر هذا، لما ترفعش لنا الضرر نتابعوا الشخص هذا واللي تعاونوا معاه نتابعوا قانونيا. قانونيا لان احنا مضرين هنايا، لان احنا في محلات ديالنا وحنا مدن، اي لحظه طاح علينا الحموله هذه اللي واحد الحموله ثقيله فوق السطح ديال التجار. وهذاك الشيء اللي شفنا بان داك الشيء مبني بالبيطون ماشي بشي حاجه خفيفه ولا بالبيطون والجليج والحديد واللوح، لهذا راه الجدران ديال القيصريه راه ما كيتحملوش هاد الحموله اللي فوق منهم. ايوا شكرا السي يوسف وشكرا للتجار سوق سبته. كنشكروك على التغطيه وعلى المواكبه. بالنسبة معنا واحد الزبون اللي كيجي تا هو يتقدى باستمرار اللي هو الأستاذ وفاعل جمعوي وسياسي وضابطي مصطفى الشوكي، تا هو راه كيعاني معنا هاد المخلفات اللي تعرفت له هاد قيصرية سبتة. لك الكلمة السمسار. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت لي هاد الفرصة باش نقول كلمة بحق ما شاهدته بالصدفة، على اساس ان ما يتضرره التجار هو ان هذه الحموله، على ما جعل لسان رئيس الجمعيه هو ان كاين هناك ضرر يشكل خطر كبير، فلهذا يتطلب من المسؤولين الذي وقع معهم اجتماع ووعدوا بانه غادي يجيب واحد اللجنه للتفحص من بعد هذا التباطؤ والاهمال، لان حين تقع المصيبه عاد كلنا نجري ونعرف ما اين وقع السبب، ولكن في الوقت حين الوقت اللي خصنا نقدروا نتفاداو هذه المشاكل الكبرى، وبالتالي جبرنا بعض الاخوان بعض التجار دخل عليهم حتى الهطول ديال ثم واحد الضرر كبير في الملابس ديالهم والاجهزه ديالهم، هذا من يعوض هذا التجار؟ ولكن بهذا البناء العشوائي، لان ما جاء اضيف ما جاء لسان رئيس الجمعيه هناك عدم وجود هناك ترخيص لذلك، فهذا يعتبر خلق قانونيا، ومن ساهم وساعد هذا في اين هناك تصميم لهذا المشروع؟ هل هناك يوجد مشروع تصميما هندسيا او عشوائيا للغايه في نفس يعقوب؟ لان الهدف من هذا هو انه كاين هناك شي هدف معين بدون موافقه من جميع التجار، الا هناك استثنائيا هناك جوج تجار بعيدين كل البعد على مكانهم الذي وقع فيه هذا البناءات الذي لا يتحمل طاقتها الاركان ديال الجدران ديال القيصريه، وهذا نعتبر ان يجب تدخل فوريا للمسؤولين الذين في زمامهم الامر ان يتدخلوا قبل ان يقع ما يقع، وهذا يتحمل المسؤوليه الجميع، وكما قال الاخوان اذا لم يتدخلوا انه سيحل هذا الملف على القضاء ليقول كلمته في حق من قام بهذا العمل اللي هو لا يدخل في اطار القانون. وشكرا سي مصطفى.